بعد الخطاب السامي تاع سيدنا الله ينصرو اللي كان قوي وعطانا اشارات واضحه، تحركت الجمعيات من جملتها جمعيه ريد مراكش لا بلاص دي ماروك باش نديروا حمله تحسيسيه على حساب الكمامه والتباعد. والحمد لله النهار الاول بدينا البارح، غادي تدوم واحد 4 ايام ولا 5 ايام. الحمد لله البارح كانت ناجحه، مقياس عالي، فرقنا قريب 600 ولا 700 كمامه. اليوم رانا في 700 ومازال باقيين ماشيين. بحول الله غادي نحاولوا السبت والحد نديروا عاودك واحد الحمله تحسيسيه مسدده، وهذا الشيء بالخوف، خوف ما غاديش نقول لك، خوف على الوطن، خوف علينا حنا باش نكونوا واضحين، خوف علينا حنا انه الا وصلنا للحجر الصحي راه غادي كليناها اقتصاديا، غادي نزيدوا ناكلوها. حتى حنا نشددوا على المواطن باش يكون واعي بالمسؤوليه ديالو، وحنا الدور ديالنا كمجتمع مدني خصنا نوعيو مع وسائل الاعلام ونشكروا وسائل الاعلام. جيت للمدينه نورمال ولقيت هذه الجمعيه دايره هذه البادره كتوعي الناس بمخاطر كورونا وكتوزع عليهم الكمامات. صراحه بادره زوينه، كنشكر هذه الجمعيه بزاف، ويعني حاولت دير شي حاجه لهذا الشعب هذا وتفرق عليهم الكمامات، لحقاش ماشي اي واحد كيقدر يشريهم. وصراحة كنشوفوا شي ناس كيتمشوا في الشارع ما دايرينش الكمامات، يعني بادرة مزيانة ليهم. كنبغي نشكر هاد الجمعية بزاف، وكنتمنى الشعب يلتزم يعني بالنصائح اللي كتعطي وزارة الصحة باش نحاولوا نقلصوا على الأقل من الإصابات. أنا خرجت من المنزل ديالي بالكمامة، إيوا، وجيت للمدينة ولقيت هاد جمعية التجار تاع روط مراكش كيديرين هاد الحملة الإحساسية على الكمامات، وسلموا لي الكمامه، وكان كنسيب واحد الميساج للمواطن بلي انه كاين خصو يلبس الكمامه، راه ولات الكمامه دابا اجباريه من الخروج ديالو من المنزل الى حتى العوده ديالو من المنزل. وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى يهز علينا هذا الوباء. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.